أهلاً وسهلاً بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. كل بيسأل على السوشيال ميديا الريش الكوستاليتا، عندي كيلو ريش في التلاجة يا شيف مغازي، عايز أعمله صينية بالبطاطس، عرفني إزاي، إيه الطريقة السهلة، إيه أفضل طريقة أن أنا أعمل بها الريش في الفرن غير أن إحنا نشويها على الفحم في أيام العيد وفي المناسبات. معايا ريش كوستاليتا النهاردة، اللحم ضاني، حتة لحمة ملبسة حلوة، ومعانا بطاطس متقشرة ومحطوطة في مية علشان ما تسودش معانا. معانا خرشوف النهاردة، هنعمله طبق بالزيت صيامي لإخواننا المسيحيين، وإزاي الخرشوف أطباق الفول أطباق الرز، نعمل أي أكلة نعملها صيامي لها مدرسة ولها تكنيك عالي جدا. معانا الخرشوف النهاردة هنعمله بالطماطم طاجن مع زيت الزيتون، هيعجب حضراتكم وله طعم مميز، والخرشوف غني بالألياف ومفيد جدا للجهاز الهضمي. معايا الحلو النهاردة للأمانة فواكه مشكلة، دايما الكسكسي مع لحم العلوش، لحم العلوش اللي هو لحم الضانة والخروف يعني في بلاد العربية، ولكن الكسكس النهاردة هنعمله مع الفواكه، هنعمله حلو، دايما بنحب ناكله مع الزبيب أو الحليب، فأنا حابب النهاردة أعمل طاجن الكسكسي بالفواكه، معنا عنب ومعنا تفاح ومعنا كمثرى من خير أرضنا وقرفة وفانيليا وزبدة، هنشوف نعمله مع بعض إزاي، وهي فكرة جديدة وطعم جديد. إيه فكرة عمل الكسكسي بالفواكه؟ ده ما سمعناش عنه، فروت سلاط ماشي، فروت سلاط بالآيس كريم ماشي، فروت سلاط بالقشطة، فروت سلاط بالشربات، فروت سلاط مع مهلبية، فروت سلاط مع رز بلبن، أما كسكسي بالفواكه ده اللي ما سمعناش عنه. المقادير على الشاشة، معانا كسكسي وجبناه من ست طيبة بتبيعه وبتعمله على إيديها، أنا ما بحبش اللي بيجي إيه في علب ده إلا إذا ما فيش يعني، ومعانا تشكيلة من الفواكه متقطعة مكعبات زي الفروت سلاط، ومنقوعة في محلول سكري حمضي، ركزي في الكلام، محلول سكري حمضي، يعني إيه محلول سكري حمضي؟ يعني مية بسكر عليها ليمون، نقوم نحافظ على لون الفواكه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، غير محلول حمضي بس، ده عصير حامض مع مية، محلول حمضي سكري يعني حامض مع مية مع سكر، عشان نعرف نفرق بين المصطلحات وبعضيها، محلول حمضي سكري يعني مية بسكر بليمون، أما محلول سكري مية بسكر، محلول حمضي يعني مية بعصير ليمون، ده محلول حمض سكري. هنحط عليهم شوية الفانيليا، حلو قوي، حط عليهم شوية قرفة ناعمة ونقلبهم مع بعض، بقى محلول سكري حمضي بقرفة وفانيليا، وادي القرفة بتاع وادي الفاكهة بتاعتنا جميلة غرقانة في الحب ده، الفاكهة اللي موجودة عندك في الدرج بقى اللي انت في الآخر بتلميها وتوديها هتعرفش توديها فين، هات فاكهه معاك وهات حاجات معاك وفي الاخر مش بتتاكل، حلو الكلام؟ معانا طاسه على النار، معانا ميه بتغلى على النار، حلو الكلام؟ ومعانا الفاكهه بتاعتنا هناخدها كده، هنعمل تركايه كده مع بعض هتعجب حضراتكم بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، طاسه كده على النار بنحط فيها يا عم الشيف نص كوب من السكر، شوفي بقى الشيف هيبدع ازاي بقى، هنا الابداع. صفيت ذهن انا للكسكسي دلوقتي، اول حاجه هعملها هحط شويه سكر. الله. واسيبهم على النار كده. هيتحولوا معايا لكراميل. لونه فاتح شويه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. معايا زبده. أين الزبدة؟ موجودة. حلو. أخبار السكر إيه؟ أهو. لازم هنا الإسبتيولا دي ما يكونش فيها ريحة بصل ولا توم. وما تستنيش على السكر لما يسود معاكي عشان ما يمررش. ربنا يكفينا شر المرار. ده بقى الاختراع. هو مفيش حاجة في المطبخ بتقول كسكسي بالفواكه. بس الفكر الطهوي هنا والخبرة الطهوية والإبداع الطهوي لما يقول يقول أهو. أدي السكر كراميل بتاعنا أهو، لحظة الولادة، استنى عليه شوية أهو. ده الشربطة.
ننزل بالزبده الله حلو قوي تسلم ايدك يا عم الشيف اهو زبده ساحت مع السكر ركزي معايا الله على الريحه الحلوه حلو والزبده بتسيح مع السكر بحط عصير ليمون يا ويلي وادوب ايه الحلاوه دي يا عم الشيف ايه الروائح الحلوه دي هو ده لسه ما خلصتش انا لسه ما خلصتش يا شربات عصير ليمون بقى محلول حمضي سكري زبداوي حلو انزل بالفواكه بتاعتنا دي فواكه اهيت اخدها كده انا مش عايز الشربات ده كله واسيب الفاكهه دي تحل في المحلول السكري بالشكل ده كده حلوه ونقلب كده ونسيبهم شويه على النار الفاكهه تحل مش عايزه تستوي جامد مش عايزه تتهري جامد حلو الكلام تعالوا نكمل حكايتنا مع الكسكسي كمية الكسكسي اللي معانا دي كويسة باخدها زي ما هي كده بحط شوية هنا حلو قوي بحط قرفة ناعمة عليه واشيل ده من هنا ونروق الدنيا ونمسح الدنيا دي كلها كده ونشيل اي حاجة ملهاش علاقة بالحلو خلي مطبخك زي ما انا شغال كده في الروقان حلو الكلام اه وبعدين لما هتخلصي الشغل هتروقي بقية الحاجة معاك حلو هنغرف الكسكسي ده ازاي في طريقتين يا اما نغرفه في قالب مع بعض يا اما ان احنا نغرفه في سرفيز عادي يا اما بنجيب اطباق للتقديم لكل واحد ياخد طبقه وهو قاعد كده في وسط الايه اخواته حلو الكلام يا نعم عينيا حاضر حلو انا اغرفه بصراحه في المركب دي كده بشكل حلو عشان مخرجنا عايز يشوف ايه حاجه حلوه ودايما الصوره هي اللي بتحكم حلو اه نظافه وانت شغال اول باول تعرفي تقعدي في وسط ولادك تستمتعي بالكلام الحلو تسلم ايدك يا ماميتو تسلم ايدك يا مامي تسلم ايدك يا خالته ايه الاخبار هنا الفواكه جاهزه اهو على النار محلول سكري اتكرمل اتحط عليه زبده اتحط عليه عصير ليمون الفواكه بتاعتنا شغاله زي الفل اهي غلوه على النار اسيبه يغلي كده اختصر في الموضوع يا عم الشيف هتعمل ايه بعد كده الشربات بتاع الفاكهه ده الله على الصوره الحلوه واخد طعم الفاكهه واخد الكراميل واخد عصير الليمون واخد طعم الفانيليا واخد طعم القرفه باخد الشربات ده ابسبس بيه الكسكسي حلو الكلام اهو هاخده دلوقتي واروح بيه على الكسكسي بس بعد ما اشوفه بيغلي قدامي واخد الفواكه دي ازين بيها الكسكسي الموضوع سهل جدا بس انا اللي بجود في الموضوع عشان احببك في المطبخ على فكره تاني هتعمل ايه يا عم الشيف كل القصه هنا سهله جدا نتيجه غليان الفروت سلاط اللي انا حطيت عليه فانيليا وقرفه وشربات اتحط مع الكراميل اتحط مع الزبده اتحط مع السكر اتحط مع عصير الليمون بياخد غلوه على النار بقى عندي شوربه بالاخر الكسكسي معروف عنه بيحب الشوربه حلو الكلام خاصه شوربه اللحمه الضاني هناخد الشربات بتاع الكسكسي ده يا عم الشيف هنسقسق بيه الكسكسي ادي الشربات اهوت يطلع معايا عينيا هسيبه على النار كده شويه واخد اسقسق الكسكسي وانا شغال واجيب معلقه خشب كده لطيفه ما يكونش فيها ريحه بصل ولا توم ده مهم على فكره اوعي
خلي في حاجات دايما في المطبخ عندي خاصه بالحلويات. المعلقه دي ما بتشوفهاش غير لما اكون باجي اعمل حلو. اخد الشربات ده كده طبعا الكسكسي هنا هيشرب الايه الشربات ده واقلب كده هيحتاج نديله تاني. عرفنا الشربات بتاع الكسكسي جه منين؟ جه من الكراميل اللي انا عملته مع الزبده وعصير الليمون اهو، وينزل مغلي كده على الكسكسي واقلبه كده وفلفله. الله تسلم ايدك يا عم الشيف، حاجه جديده مش كل يوم كسكسي بالحليب. يا نعم اسقسقه شويه كمان. حاضر حاضر عينيه هنا الله انت مبدع. هو ده هو ده سقسقه لسه هياخد كمان شربات. شفت ازاي فلفل معايا؟ اهم حاجه تكون الشربات بتاعه او السقسقه بتاعته بتغلي. بص عليها كده، بص على الشربات هنا كده الشربات ده كده هناخده كمان ننزل بهنا وحقوق الطبع لدينا وبس. لسه هياخد كمان ونحط دول تاني على النار. حلو الكلام. ونسقسق يعجن مين يا راجل يا طيب؟ بس دي قالب بقى مطبخ. شفت الحلاوه دي؟ فلفل اهم حاجه الشربات ينزل سخن. ونفلفل كده، وفي الزبده، في طعم الكراميل، في طعم الليمون، في طعم الفواكه بتاعتنا، في طعم القرفه، في طعم الفانيليا. تعالوا بقى نغرفه مع بعض. اللهم صل على النبي. في السرفيس ده هنا كده، يلا بينا. تسلم ايدك يا عم الشيف والله. نازل بفلفل الحبه بحبته. الله. وعندنا فواكه، سامع صوتها بتغلي على النار. اسكت شويه يا عم الشيف، خلينا نسمع صوت الغليان. اللهم صل على النبي. حاجه جديده. سمعنا الصوت الحلو ده كده. تفاصيل. هو ده، سمعنا الصوت اهو، الفواكه جاهزة. الله. في تركاية صغيرة هنا بقى سبتها للآخر، إيه يا عم الشيف؟ لازم نعرفها مع بعض. الفواكه هنا عايزها تتغلف والكفر من الكرملة، وهنا بقى وصول لمرحلة الإبداع. الواحد لما بيوصل لمرحلة الإبداع كده بيحس إن هو خسر، وصل مرحلة الجنون في الإبداع. إيه هي؟ معلقة نشا صغيرة. معلقة نشا صغيرة، هنحطها ونقلبها ونضربها في كل ده، فايدتها إيه يا عم الشيف؟ هتلاقي الفواكه كده متغلفه متبلوره بتبنج حلو من الكراميل على الليمون على القرفه على الفانيليا، حاجات لطيفه. ايه رايكم؟ هو ده اهي، بمعلقه نظيفه خالص اهي، هي اهي، ومعلقه كمان مش هرميه اهي، هي دي بس اهو، شقشقها كده هو ده، وبنفس المعلقه اللي كنا بنقلب بقى من شويه. شفت بقى هنا؟ هل يا عم الشيف يعني معلقه النشا هي دي بقى اهو؟ شفت الفواكه هنا خدت لون ازاي؟ هو ده. لا يا غالي، انت مش بتعمل تورتايه هنا تحط جيلاتين؟ الجيلاتين ده على تورتايه حاططها في الباترينا، انما دي فواكه سخنه. الله، دي مرحله الجنون في الابداع. فواكه استوت. شفت اللمعه دي من معلقه النشا مع الكراميل مع الفانيليا مع الزبده مع الليمون. اللهم صل على النبي. ألف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده فيها بساطة، فيها سهولة، فيها مرونة، فيها حب للمطبخ، فيها إبداع طهوي بأقل تكلفة ممكنة. يمكن بس الريش معانا شوية، يعني جبنا كيلو ريش عشان عندنا عزومة النهارده، حماتي جاية تتغدى النهارده، بتحب اللحمة الضاني، عملت لها صينية بطاطس بالريش على طريقة الشيف المغازي، وعملنا شوية خرشوف صيامي
بزيت الزيتون والطماطم، أكل صحي، وعملنا طبق كسكسي بالفواكه. حديث الساعة رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.